لو الحكاية فيها إن فيجو عصام الشهاوي الأخوان عدو الله مواطن الأخوان كرهنا بالشرطة. أنا ساكن جنب المستشفى الجوي، عرفت إن في حادثة اغتيال لسواق تاكسي قتلوا فرد تكوين، عرفت الرقم المنهج، كنت بشتغل في المستشفى قبل كده، حضرت التشريح. التشريح الجثمان مضروب ضربات محترفين في الوريد الوحش في الرقبة وفي القلب، ضربات قاتلة ميتة، وفي نفس الوقت مضروب ضربات بحيث تبان انها ضربة افضل للموت، عناط عديدة في ظهره وفي اماكن متفرقة من الجسم. كم طاقة؟ كتير، ما عندهمش. الطب الشرع هو بيحدد الحاجات دي، بس انا بحكم خبرتي انك طبيب يعني هو اللي ادى الموت ايه؟ لا ده الطب الرقبة ولا الصدر؟ الطب الشرع اللي يقول هذا الكلام، الطب الشرع اللي يقول هذا الكلام. فيجو.